والله ما جول انا واولادي لا البنوك وغير البنوك، واقول لك علي من دين نوكل ما احنا ملاقيين، والبسطه هاي على الفاضي. الاقتصاد وعدم هناك في تراخي اقتصادي في البلد، ومما بيسبب هاي المديونية. اثنين، عدم وجود فرص عمل شبابنا. في ثلاثة، المرحلة اللي مرت فيها البلد والعالم بشكل عام هو جائحة كورونا، سببت وكانت من أحد أسباب برضو هاي الأوضاع في البلد. والله في عدة أسباب كثيرة، من بيناتها يعني أول شيء ما ننسى الوضع اللي هو كورونا، اللي هو الوضع الراهن، اللي هو صار بالبداية حجة لكل شخص بأنه مثلا ما يسد دين إله أو حتى يجور على غيره بموضوع الدين أصلا. بالإضافة أنه بشكل عام الأسواق وقفت، التجارة يعني نامت مش مثل قبل، تمام. بالإضافة أنه الناس نفسها من الداخل تعبت، صار يشوف أنه الدين هو أسهل حل إله، بدل ما يشتغل ويرجع وأنه عليه مثلا ضريبة أو عليه مثلا تاكس معين لأي جهة، تمام. من الحرامي اللي بيسرقوا، ما فيش، ما حداش محاسبهم، ما يسيدوا بهم يدوا بهالبلد، ما حداش محاسبهم، لا الدولة محاسبتهم ولا المواطن محاسبهم. تمام، شو الإجراءات اللي يجب أن تقوم بها الحكومة؟ الحكومة لازم تحطهم بالسجن كاملة، تحطهم واحد واحد بالسجن، تعتقلهم على السجن. الإجراءات منها لا شك فتح أسواق لشبابنا اليوم، النظر لهم يعني يفضل النظر لشباب اليوم. في هناك نسبة كبيرة من الشباب متعطل على العمل، سواء كان في مؤسسات أو أي مصلحة عامة اللي يشتغلوا فيها شبابنا. ولا في أي شيء الحكومة بدها تدفع عننا؟ والله ما ظنيت فيها سجن. يعني المفروض يكون في يعني نوع من اللي خلينا نقول التبسيط في إجراء المعاملة مع المواطن. المواطن اللي وقع في هاي المطبات هو ما كان قصده يصل للمرحلة هذه، لكن الإجراءات اللي تمت ما بينه وبين الأطراف الأخرى أدت في هذا الموضوع، وهذا انعكس سلبا على المواطن وعلى عائلة الناس وعلى وضع الناس وعلى الواقع اللي هم يعيشوا فيه حاليا. قديش عندك يعني من الناس الموجودين حاليا خارج الأردن وبيعانوا من هاي القضية، وكلهم بيقول لك نتمنى نرجع لبلدنا، ولكن هذا الحكي راح يعني راح يرجعهم ينعكس عليهم بالسجن والأمور الثانية.